أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا من أجل تطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة. جاء ذلك خلال احتفال فريق أول محمد زكي بتخريج الدفعة الخامسة من المعهد الصحي للذكور، دفعة مساعد أول شهيد شفيق زكي بشارة، والدفعة الرابعة من المعهد الصحي للإناث، دفعة مساعد أول شهيد منصور أمين علي سلامة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الاحتفال بتخريج الدفعة الخامسة من المعهد الصحي للذكور، دفعة مساعد أول شهيد شفيق زكي بشارة، والدفعة الرابعة من المعهد الصحي للإناث، دفعة مساعد أول شهيد منصور أمين علي سلامة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وبدأت مراسم الاحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية، تضمن عدة لوحات استعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التي وصل إليها الطلاب داخل المعاهد الصحية، كذلك تنفيذ عروض المهارات البدنية التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة، حيث تضمن العرض الرياضي تنفيذ عدد من تمارين الإعداد البدني التي يتم التدريب عليها بشكل يومي، والتي أظهرت الاستعداد القتالي العالي للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء، وأعقبها عرضاً لتنفيذ عدد من أنماط الرماية بالأوضاع المختلفة، أظهر المستوى الراقي الذي يبرز احترافية الخريجين. وتلا ذلك عرضاً للمهارات التخصصية التمريضية للطلبة من خلال غرف المحاكيات، والتي توضح الأسلوب المتطور للطلبة والذي يراعى فيه إتقانهم للغة الإنجليزية، مما يمكنهم من استخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية بدقة عالية. كذلك استعراض الدور الهام الذي يقوم به التمريض في تقديم الرعاية الصحية والتطعيم لمجابهة فيروس كورونا، والدور الحيوي لعناصر التمريض بمبادرة حياة كريمة من خلال تقديم نموذج محاكاة لإحدى القرى التي يقدم لها خدمة طبية متميزة. أعقبه تقديم فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحي للإناث عرضاً فنياً وموسيقياً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية التاريخية والأغاني الوطنية، وفي أداء متميز وانضباط عسكري راق قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريج المعاهد الصحية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام، وفي لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار في ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وامتزجت دماؤهم الزكية بالثرى مصر المقدس. كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائنا الأبرار، وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء التي سميت بأسمائهم الدفعات، وذلك تقديراً لتضحيتهم الغالية من أجل مصر. تلا ذلك إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحي العسكري، وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائي 100%. ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية، وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين للخريجين من المعهد الصحي للذكور والمعهد الصحي للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة، والذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وردد الخريجون يمين الولاء.
وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر الذي يسهم في الوصول بالمنظومة التعليمية للأداء الاحترافي وتخريج دفعات قادرة على استكمال مسيرة العطاء متسلحين بالعلم والمعرفة والانضباط الذاتي لتنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها. وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه التمريض في تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا من أجل تطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بما يدعم تحقيق منظومة طبية متكاملة بمواصفات ومعايير عالمية تقدم العلاج الطبي المتميز للعسكريين والمدنيين على حد سواء.